السلام عليكم ورحمة الله. أزرف اللون، مرحبا بكم. حدث هام جدا جدا، حيث يتعلق بإهانة للأسف إهانة الجزائر بسبب تصرف عصابة حرايمية، عصابة عراية، عصابة تاع سعاليك، اللي ما فتئت تسيء للجزائر يوميا. ما كاش نهار يمر وهالعصابة ما تسببش الجزائر إهانة على الساحة الدولية. آخر إهانة هذه في جنيف في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. رئيسة البعثة الوفد الأمريكي بالدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان ترقت إلى موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، واستاءت بشأن الوضعية المقلقة كما تقول، المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في الجزائر والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين كذلك في مخيمات تندوف. واستاءت رئيس الوفد الأمريكي إلى رفض الدولة الجزائرية والعصابة الحاكمة في الجزائر، أنا نفضل نسميها هكذا العصابة الحاكمة، ما كاش دولة في الجزائر، رفض العصابة الحاكمة في الجزائر تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وجددت رئيس الوفد الأمريكي في السيدة باتشينيا نيل كروكر الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، جددت الإعراب عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف الواسع النطاق للقوانين التي تفيد بلا داعي حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أجل اعتقال النشطاء. يعني هذا العصابة فقولها الأمريكان وغير الأمريكان بأنها تستعمل القوانين باش يعني تحت طائرة القانون تمنع تجمعات، تمنع تشكيل جمعيات، تمنع حرية التعبير، تمنع كل شيء. هذا لأنها ما عندهاش وسيلة باش تمنح الشعب الجزائري حرية التعبير، لأنه لو تكون في حرية التعبير حرية التجمع طبعا وجود العصابة يصبح مهدد، وأكيد أنه سيكون مصير العصابة كما مصير عصابة بوتفليقة. وإذا كانت عصابة بوتفليقة اللي كان عندها آليات تختلف عن آليات العصابة الحاكمة، هكذا كانت آلياتها جد خبيثة وسقطت، فما بالك بآليات عصابة مكونة من أزلام العصابة السابقة، لأنه هذو ما اللي رام يحكموا كانوا خدامين حزام عند عصابة بوتفليقة، ما عندهم حتى دراية لا بالسياسة ولا بالدبلوماسية ولا بالاقتصاد ولا بأي شيء. خير دليل على ذلك 3 سنين هما في الحكم ما بناوش مرحاض عمومي، تواليت بيبليك ما داروهاش، تواليت بيبليك ما داروهاش، هما والتنمية ما يتلاقاوش، كل ما يهمهم هو نهب خيرات الجزائر وقمع، وهنا القمع ما كاش يفوتهم. عمرها الجزائر ما شهدت عصابة حاكمة مثل هذه في مجال القمع، عمرها الجزائر ما سجلت عدد معتقلي الرأي والسجناء السياسيين بقدر ما تعيش فيه الآن تحت هذه العصابة تاع العراية.
رئيس الوفد الأمريكي أشادت بنشطاء المجتمع المدني الجزائري ووصفتهم بالشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأشادت كذلك بدور الإعلاميين الأحرار ماشي بصحافة بودورو وغيرهم من يتصدون إلى هذه العصابة والذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان. الشيء اللي راه يعني حصل اليوم هذا في مجلس حقوق الإنسان لما نوجدوا رئيس أكبر دولة في العالم، رئيس وفد في مجلس حقوق الإنسان لأكبر دولة وقوة وأعظم قوة في العالم، توضع العصابة على المحك، احنا كحرام نفرحوا. هذا واش عندنا؟ لانه العصابة هذه ما كان حتى شيء اللي راح يسلك ذمنا الا التضامن الدولي مع الشعب الجزائري، لانه اليوم المجتمع الدولي مطالب، المجتمع الدولي مطالب بمساعدة الشعب الجزائري للتخلص من هذه العصابة. هذه العصابة لا علاقة لها لا بالجزائر ولا بالشعب الجزائري ولا بتاريخ الثورة الجزائرية ولا بتضحيات الشهداء. هذه خائنة لتضحيات الشهداء، هذه خائنة لتاريخ الجزائر، هذه راه يتمرمد في الجزائر، تهين الجزائر يوميا على الصعيد الدولي. نذكر باللي الموقف هذا تاع الولايات المتحدة الأمريكية لابد من التفكير فيه مطولا، ولا بد أننا نراعي المغزى تاع هذا التدخل هدايا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نذكر باللي في شهر جوان 2018 انسحبت من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأمر من دونالد ترامب. ترامب كان هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبره يشجع في الأنظمة الديكتاتورية ويشجع في الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي احتجاجا على مواقف مجلس حقوق الإنسان والمتحدة انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المجلس، انسحبت وقال خلاص احنا ما ناش موافقين الشيء اللي راهو يدير، لأنه المجلس هذا راهو شغل يمشي بالعقل، ما يتخذ إجراءات صارمة ضد الأنظمة الديكتاتورية، ضد الأنظمة المستبدة، ضد أنظمة عصابات الصعاليك، أنظمة عصابات مثلا النظام الجزائري، نظام تاع عراية تاع فيوات، ينتهك حقوق الإنسان يومين ويجي يتكلمك على حقوق الإنسان، ما يحشمش. جو بايدن أعاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس حقوق الإنسان وعين امرأة معروفة بصرامتها، وهذه لما تتكلم ما هيش جاية باش تدين ويعني تتكلم هكذاك برك، لا، رايحة تتبع، رايحة تتبع الأمور. على هذا الأساس نقول اليوم أصبح من الضروري ما دام الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالشأن الجزائري أننا نسخر جهدنا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية حتى تساعد الشعب الجزائري على تحرير سجناء الرأي. معتقلي الرأي شكون يخرجهم من الحبس؟ تقول لي ما تكلمش عن الأمريكان، أنا كنت ضد الإمبريالية وضد الأمريكان وضد الله، ولكن لما نجي واحد يقول لي أنا نساعدك يجي يدين النظام اللي قاعد يقمع في الشعب ديالي، واش انا نقول له لا انت امبريالي؟ نو نو نو، مرحبا بك خويا، عاوننا نحيو هاد العصابه.
واللي يقول وعلاش يقولوا روح انت ما نخرج المساجين. هاي يا سيدي تحبوا ما نقولوش الامريكان روحوا انتم ما خرجونا المساجين. الناس حال من ام تبكي، شحال من اب يبكي، شحال من طفل، شحال من طفله يبكيوا لانه سجنا لهم خاوتهم اولادهم ابنائهم ابائهم. ها بنات اللي راهم مسجونات شكون راح يخرجهم؟ يلزم سقوط العصابه هو اللي باش يكون حل، يكون باب، الباب اللي باش تفتح باب الحريه لكل سجناء الراي. هذا حنا نشجعوا نقولوا نعم اذا امريكا تدين العصابه نقولها نعم، ونزيد ونمدوا وثائق ونمدوا ملفات ونقولوا شوفوا هذا النظام فيه مجرمين، فيه مجرمين قتالين ارواح، قتالين ارواح، قتلوا الارواح. شنقريحه قتل بيدو ارواح. نظن بلي لابد الان من الاتجاه نحو الولايات المتحده الامريكيه اكثر من اللي نتجه لمجلس حقوق الانسان. من خلال الولايات المتحده الامريكيه نضغط على مجلس حقوق الانسان اللي فيه نوع من البروده، فيه نوع من البروده. نتمناو انه الصوت سجناء الراي والسجناء السياسيين اللي في الجزائر يتسمع من وراء جدران السجون، رغم أنف الأعداء، رغم أنف العصابة وأزلامها وأبواقها تاع صحافة بودور. قولوا ربي يقدر خير بلادنا. صحافي حر في جمع الدور، صحافي حر في جمع الدور.